الحمد لله الحمله الانتخابيه لحزب العداله والتنميه تسير بطريقه جيده في جميع المدن. الحمد لله هناك تفاعل واقبال ممتاز من قبل المواطنات والمواطنين كما ترون هنا، و هناك تساؤلات، هناك انتظارات، هناك نقاش حول عدد الامور. الحمد لله حسينا واحد المحبه وواحد التفاعل جيد مع حملة حزب العدالة والتنمية. بطبيعة الحال نحن نعرف بأن بعض المنافسين السياسيين من موقع الغيرة يحاولون أن يشوشوا على هذه الحملة، إما بالإنزالات المكثفة ديال المال غير مسبوقة، أنظار الفلوس الدقزن، يعني هناك الشتا ديال الفلوس اللي نازلة. ثانيا حملة إعلامية فيسبوكية وفي مواقع التواصل الاجتماعي ممولة للتشويه والهجوم على طبيعة الحال من طرف الخصوم، الهجوم على حزب العدالة والتنمية. ثالثا وأحيانا البلطجية في عدد من المواقع، ولكن هذا الشيء لا يخيفنا. على كل حال نحن عندي ثقة في أن ذكاء المواطنات والمواطنين المغاربة والفهم ديالهم الذكي، ذاك الشيء اللي كيوقع غادي يبطل هاد المناورات ديال الخصوم اللي ما قدوش ينافسوا حزب العدالة والتنمية في القيام بحملة نظيفة نقية تواصلية تحترم المواطن. هم كيعتمدوا فقط إما على المال ولا على البلطجة ولا على التشويش الإعلامي الممول، فهذا سيفشل إن شاء الله. في أكادير تتعرف دائما حزب العدالة والتنمية هو الأول، وأنا بغيت نشكر الساكنة الأكاديرية على الثقة ديالها في حزب العدالة والتنمية، والحمد لله التسيير ديال الجماعة والدور ديال أعضاء حزب العدالة والتنمية في الجهة برهن على أنهم يخدموا لمصلحة الوطن والمواطنين، وهم مراحم الشعب وعايشين مع الشعب وعايشين بحال الشعب، وهذا كيعطيهم حظوظ إيجابية إن شاء الله في الانتخابات.